جوه في اوضته. طب تمام، تعشوا. لا لسه، كويس انك جيت بدري عشان احضر لكم العشاء وناكل كلنا سوا. روح غير هدومك يلا. لا مش هينفع، عندي شغل. بقول لك يما امسكي خدوا دول خليهم معاكي. رأيي حبيبي، ما انت لسه مديني الاسبوع اللي فات. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما هو عشانك وعشان البنات. ربنا ما يحرمني من دخلتك عليا. طيب انا هخش اطمن عليك. يلا وانا اكون حضرت العشاء. يلا. انتي مش هتبطلي تبعتي مسجات لاحمد ده؟ بس يا نبضة مالكيش دعوة. بلد البنات، كل البنات، شهودة وشيماء أحلى بنات بنات. يا شهودة، أخبار التعليم إيه؟ ماشي. إيه اليأس ده؟ بقول لك إيه، أنا مش هقبل أقل من الأولى على الفصل. يلا إن شاء الله بقى. يلا. يا شمال، مش عايز أي فلوس؟ لا فلوس إيه الحمد لله. بجد؟ لا. طب يلا بقى، أنا خلاص قررت أتعشى معاكم النهارده. حلو. طب اسبقوني بقى أنا هحصلكم. مفيش حاجة اسمها اسبقوني، يلا عشان عايز أنزل بسرعة. اسبقوني بس وانا هحصلكوا على طول. ماشي براحتك بس متأخريش. يلا عشان اقدر اكمل. يلا اوبا. انا كنت عارف ان انت تروح وترجع عم ياسين من غير فايده. ده عيل خسيس وانا عارفه. انا قلت احلاها بالذوق. طلع ما عندوش ذوق الباقي. طب والعيال اللي اتحبست دي؟ راحوا على كده؟ مفيش حاجه اسمها راحوا. العيال دي هترجع. بالذوق بالعافيه هترجع. ترجع ازاي يا راي بعد ما ترحلوا؟ رحل اتنين منهم، واحد وداه اسم المرج والتاني وداه اسم السلام. يا ابن الكلب، ظباط بقوا بيجاملوا بعض. العيال دي هتخرج النهارده ولو على جثتي. بس انا محتاجكم معايا يا ابو دنيا. هو احنا اللي حبسناهم يا رايق؟ ما يقدر على القدره الا ربنا يا اخي. مش دول عيالكم ولا انا بتهيألي؟ وتلات اقسام يا ابو دنيا. ماشي. الرجالة جاهزة. بس أنا عايز أعرف هتعمل إيه؟ هتعرف. أنتِ عارفة يا ماما؟ يوسف كلمني كتير قوي عنك. قال لك إيه؟ قال إنه بيحبك قوي. يوسف؟ آه، وكان عايز يعرفنا على بعض ونتقابل ونخرج مع بعض. يوسف هو اللي قال لك كده؟ طب ما تأخذنيش يا بنتي في السؤال. أنتوا تعرفتوا على بعض إزاي؟ اصل انا بشتغل مرشده سياحيه، فساعات يعني كده بحب اشتري شويه حاجات للناس اللي انا بشتغل معاهم عشان لما يسافروا يفتكروا مصر، فكنت بروح اشتري الحاجات دي من عند يوسف في البازار بس، وتعرفنا على بعض. اه طب ما تاخذنيش برضو في السؤال ده، انا زي امك يعني. حكايتكم وصلت لحد فين؟ احنا متفقين على الجواز، بس هو كان محتاج يعني شويه وقت عشان. انت اللي جابك هنا يا بنت؟ انت ما انت ما بتردش على تليفوناتي، خفت يكون حصل لك حاجه. وحياه امك ما بردش على تليفوناتك تقومي جاري على البيت. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا يوسف؟ في ايه؟ اطلعي انت منها خالص. شايفه يا ماما؟ شايفه بيعاملني ازاي؟ ماما دي هناك يا روح امي. تعالي. يا يوسف انا ما يصحش. خشي اقعدي جوه. حرام عليك يا يوسف، حرام عليك. حرام عليا؟ حرام عليك عشتك يا بنتي. الحقيني يا ماما. بره. ما تكونيش فاكره لما تيجي لامي وتتنحنحلها وتصاحبيها تبقي بتدبسيني؟ لا يا روح امي، انا ماليش كبير. عليك يا يوسف ما تعملش فيا كده. هو انا لسه عملت حاجه؟ قسما عظمه رجلك تهوت ناحيه البنت ده انا اكون مكسر قالك، فاهمه ولا لا؟ ماشي يا يوسف ماشي، اعمل فيا اللي انت عاوزه. يلا قوم. انك هتجيب قرف. انا لما حسيت ان التمثال هيروح مني ما خفتش، وكنت متاكد ان مش هضيع عليا، لاني كنت متاكد انك هتعرف ترجعه لي. انا بشكرك. تشكرني على ايه؟ انت رجعت لي فلوس كانت طايره مني في الهواء. انا دفعت دم قلبي في التمثال ده. تمثال ليه؟ التمثال ده؟ التمثال ده مش بتاعك يا شيخ. يعني ايه مش بتاعي؟ زمان كان عندي اتنين شغالين عندي، واحد ضحك عليهم ولقى في ودانهم وفهمهم انهم ممكن يستعموني ويكذبوا عليا وهيحققوا من ورا ده مكاسب ليهم. اللي استعماني عاقبته من جنس العمل، عميته. لما الناس عرفت بطلت تستعماني تاني، لكن اللي كذب عليا للاسف سامحته ففضل يكذب عليا تاني وتالت ورابع. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. انت مصر تكذب عليا يا شيمي. انا بجد مش فاهم. انا من الاول سالتك التمثال ده يخص حد يخصني؟ انت قلت لي لا، صح؟ بس حضرتك عارف كويس قوي التمثال ده بتاعي. وانت عارف كويس قوي انك من اللحظه اللي كدبت عليا فيها التمثال ده ما بقاش بتاعك. يعني ايه؟
مقابلة انتهت يا شيماء. لا معلش يا دياب، الحوار المرة دي بتاعي. يا عم انا عارف مفيش حاجة اسمها بتاعي وبتاعك، بس معلش. يوسف قاعد معاه بيقول لي نفس الكلام، بيقول لي برضه لا. يا عم سيبنا على راحتي بقى. يلا سلام. برضه بيقول لك نفس الكلام صح؟ اه. انا مش فاهم انت محجر دماغك ليه؟ الحوار مش سهل يا مين، وبعدين محدش فينا بيعمل حاجه لوحده. بس ده مش شغل يا يوسف. انا اتعلم عليا لوحدي ولازم اخلص الموضوع لوحدي، انا مش عارف صغير. بس بقول لك ايه؟ الحوار المره دي مع الحكومه، يعني احتمال كبير قوي ما ترجعش. خلي بالك من عمتك ومن سفاحك. انا ماليش غيرك انت وديالك. رايح فين يا رايق؟ يا نص في ايه؟ خد دي. دي ايه دي بقى؟ دي بتدي طاقة، بلبسها كل مرة اجي اتخانق مع الناس في المدرسة. يا عم مستني النهارده هكسب. البسها وهتقول ان انا قلت لك. ايوه بس دي صغيرة على ايدي. يبقى حطها في جيبك يعني. ماشي يا سيدي احطها في جيبي. حاضر. يلا طير. ماشي. يلا. عايز حاجة؟ ربنا معاك. سلام. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. كنت عايز المحضر يا باشا والنبي عشان المحفظه بتاعتي ضاعت، فيها البطاقه وشهاده الجيش. يبقى تعالى الصبح. اجي الصبح؟ ما قلت لك يبقى تعالى الصبح، مفيش حد دلوقتي، مفيش ختم. طب ما تجيب الختمه يا باشا، هي مش الشرطه خدمه الشعب ولا ايه؟ ولا انت نسيت وانا يا باشا؟ ما تلم نفسك يا روح امك، انت مش عارف بتكلم مين؟ قلت لك تعالى الصبح. بصراحه انا عارف بكلم مين، بس بلاش بقى يا روح. انت بتمد ايدك على روح امك. انا انت ايه يا عم؟ انا علمك الادب، خد الحجز. ماشي يلا قدامي. اقعد افطر علينا كويس قوي، مش عارف هتروح من ربنا فين. خش يلا يلا خد يا جدعان. ما تحرق عليك يا روح امك يا جدعان. مش ايه يا عم بالراحه، انتوا مدخليني كوكو بارك يعني. بطل يا بابا يا روح امك. خش خش. ماشي 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 ماشي. مساء الفل يا بكتيريا. مساء الفل يا نحله. بقول لك ايه، انا باختي مال من كتر اصحاب الشمال. هو الراي سلمك انت راخر ولا ايه؟ عيب عليك ما تقولش كده. طب انا بكتيريا معفنه والراي سلمنا على نظافه، انما انت صاحبه ازاي؟ الراي ما بيسلمش اصحابه، الراي بعت النهارده مش اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام يا بكتيريا. ازاي؟ سيبها انت بس على طول.